الاقتصاد، اهلا بكم. الجيش الاسرائيلي يكثف قصفه المدفعي والجوي على بلدات اللبونه وعلى ما الشعب ويحمل الشقيف واطراف الناقوره جنوبي لبنان، فيما ارتفعت حصيله الضحايا من اللبنانيين الى 2306 قتلى واكثر من 10000 جريح. عناصر من حزب الله يشنون هجوما بسرب من الطائرات المسيره الانقضاضيه على معسكر تابع للواء غولاني في بلده بنيامينا جنوب مدينة حيفا. وقال حزب الله إن الهجوم أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة. دبابتان إسرائيليتان من طراز مركافة تقتحمان البوابة الرئيسة لمقر قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان وتطلقان رشاقات نارية على مسافة 100 متر فقط، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن أي هجمات على يونيفيل قد تشكل جريمة حرب. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر من أن استمرار الغارات الجوية على لبنان سيؤدي إلى مزيد من النزوح، فيما أكدت وحدة إدارة الكوارث اللبنانية عبور أكثر من 430,000 سوري ولبناني الحدود باتجاه سوريا. لجنتا الأمن والدفاع والمالية في مجلس النواب العراقي تحذران من تأثر العراق بالصراع الإقليمي وأن البلاد باتت ضمن دائرة الحرب. نواب قالوا إن هناك مخاوف كبيرة من قصف إسرائيلي يستهدف مواقع داخل الأراضي العراقية. السوداني يفتتح 3 مدارس في بغداد وميسان ضمن 25 مدرسة لمشروع مدارس الفرح الأنموذجية للأيتام. السوداني أكد مواصلة العمل لإكمال جميع المدارس البالغ عددها 1000 مدرسة ضمن الاتفاق العراقي الصيني. قوة أمنية تعتقل مستشار محافظ ذقار لشؤون الشهداء والجرحى علي مهدي عجيل وتقتاده إلى جهة مجهولة. مصادر محلية قالت إن عملية الاعتقال جرت ضمن إجراءات خاصة من دون الكشف عن أسبابها.